بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ عمار محجوبي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. شكرا لك. صحتكم. الله يقدر مقدارك إن شاء الله. آمين. آمين. الله يحفظك ويبارك فيك. منور. الله يحفظك. كما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العربي شيشي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظكم ويبارك فيكم. آمين. ربي يبارك فيكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله يجزيك خير. اللهم آمين يا رب. آمين. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية التي تظهر أسفل الشاشة بين الحين والآخر إن شاء الله بعد الموضوع. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور في الآية 22 بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو عند المقدرة في الإسلام من أرقى الأخلاق وأرفعها. يبدأ معنا فضيلة الشيخ عمار محجوبي فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستاذ عبد المنعم، دكتور شايشي، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الآيات الكريمات: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هي جزء من سياق المولى عز وجل يقول: ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليصفح وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآيات الكريمات من سورة النور، وهي سورة مدنية، وقلنا كم من مرة بأن السور المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة ولو في غير مكة المكرمة، تناولت الأسرة وآدابها، وتناولت الحدود، وتناولت الآداب الأسرية بصفة خاصة، وتناولت التوحيد، لأنها سورة النور، والمولى عز وجل يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ولذلك سميت سورة النور، لأن المولى عز وجل ذكر فيها نفسه، فقال: الله نور السماوات والأرض، وهذه الآيات الكريمات التي ذكرتها: ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة، نزلت عقب حادثة الإفك، وحادثة الإفك هي الحادثة التي اتهمت فيها السيدة عائشة بالإفك، وأشاع المنافقون في المدينة المنورة هذا الأمر، ومن بين الذين تكلموا في هذا الأمر رجل يسمى مسطح، ومسطح هذا هو ابن خالة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وهو من المهاجرين، وهو من المساكين، وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، ولكن مسطح خاض في من خاض، رغم أنه من أهل بدر، ورغم أنه من المهاجرين، ولكن الكمال لله عز وجل، فإنه عندما سمع الناس يتكلمون في عرض عائشة رضي الله عنها التي أشاع فيها المنافقون والمرجفون ما أشاعوا، سيدنا مسطح خاض في من خاض في يعني فيما خاضوا فيه، ولذلك يعني
بعد أن برأ الله عز وجل سيدة عائشة من فوق سبع سماوات. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه باعتبار أنه إنسان تألم وقال قريب لي وأنفق عليه ومع ذلك يخوض في عرض ابنتي، قال بعد ذلك والله لن أنفق عليه بعد اليوم. ولا ياتل أولو الفضل، أي ولا يقسم ولا يحلف، ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كأن أبا بكر قال ما دام مصطح خاض في عرض ابنتي فإني لن أنفق عليه بعد اليوم. ومصطح هذا نال جزاءه، فإنه عندما نزلت براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، مصطح هذا كان في من أقيم عليهم حد القذف، وحد القذف هو حد في الشريعة الإسلامية يكون في من يتهم غيره بأمور معينة، وما دام مصطح قد تكلم في عرض عائشة فإنه رغم كونه من الصحابة ورغم كونه من المهاجرين ورغم كونه من البدريين، لكن هل هناك تمييز في تطبيق الشريعة الإسلامية بين الناس؟ ليس هناك تمييز، ولذلك أقيم الحد على شخصيتين إسلاميتين، أما الأولى فهي شخصية مصطح جلد 80 جلدة، وأقيم الحد كذلك على نسيبة النبي عليه الصلاة والسلام أخت زينب بن جحش، وهي حمنة بن جحش صحابية جليلة، ولكن مع ذلك خاضت، يعني عندما وصلها خبر عائشة قالت والله ممكن أن تفعل، وبدأت تخوض في هذا الأمر، ولذلك أيضا كانت من الذين جلدوا. وكذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه كان من الذين جلدوا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال لا يمكن أن أنفق على مصطح رغم أنه قريبي ورغم أنه من أهل بدر ورغم أنه من المهاجرين، ومع ذلك المولى عز وجل قال وليعفوا وليصفحوا رغم أنه خاض في عرض ابنتك ورغم أن قدمه زلت، إلا أن المؤمن ما ينبغي أن يكون حقودا، أي نعم قد يظلم الإنسان، ومع ذلك إذا ظلم فإنه يعفو، ولذلك قال المولى عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، رغم أن أبا بكر أقسم، قال عز وجل ولا ياتل، أي أقسم ولا ياتل أولو الفضل منكم، إلا أنه مع ذلك عندما سمع قول الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أحب أن يغفر الله لي، عفوت على مصطح رغم أنه خاض في عرض ابنتي ورغم أنه قال كلاما يقف له الشعر في عائشة رضي الله عنها، ولكن مع ذلك سوف أعيد النفقة عليه وسوف أنفق عليه رغم أنه أقسم. ولذلك أنتم ترون بأن الإنسان إذا أقسم على أن لا يفعل شيئا من البر ورأى بأن الحنث أفضل فإنه يحنث، ولذلك أن سيدنا أبو بكر كفر عن يمينه وأعاد النفقة على مصطح. ولذلك نقول لعلكم ترون بأن الحلف من حرمات الله عز وجل، ومع ذلك فإنه إذا تعلق ببر والإنفاق بر وصلة الرحم بر، فإن الإنسان قد يقول والله لن أزور أخي
أو قد يقول والله لن أتكلم مع فلان أو علان. ومع ذلك فإن البر يقتضي أن أحنث، أن أكفر عن يميني بأن أطعم 10 مساكين إذا كنت ميسورا، أو أصوم 3 أيام إذا لم أكن ميسورا، وأصل رحمي وأفعل الشيء الذي أقسمت به. ولعلكم تلاحظون بأن أبا بكر رضي الله عنه قد سمع كلاما آذاه، قيل بأن عائشة فيها وفيها، ومع ذلك عندما قال المولى عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بل أحب أن يغفر الله لي، بل أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة على مسطح وعادت المياه إلى مجاريها، إن أصبت فبتوفيق من الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء يرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب، فنستمع إلى أذان الحق ونعود بحول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة إن شاء الله. نكمل ما تبقى من موضوعنا إن شاء الله بحوله تعالى، العفو عند المقدرة، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العرفي شايشي. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ دي بدأ أشكر أستاذنا الشيخ عمار محجوبي على هذه الفوائد والضرر في تعريجه على هذه الآيات المباركات، وقد أبدع في الكلام عن العفو عند المقدرة. وفي الحقيقة العفو عند المقدرة هو خلق عظيم ومن شيم الكرام، وهو من أخلاق الأنبياء، والله عز وجل من أسمائه العفو، من أسمائه العفو. والإنسان عليه أن يتحلى بأسماء الله عز وجل. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء من أحصاها معناها عرفها وحفظها وفهم معانيها وتمثل بمضامينها، فيكون هنا قد أحصاها، فله الجنة بإذن الله عز وجل. عندما نتأمل في خلق العفو في القرآن والسنة نجد أخلاق، نجد أجور عظيمة. الله عز وجل يقول: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإذا رجعنا إلى الآية الأخرى يقول الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية تضمنت مجموعة من الأخلاق، منها كظم الغيظ، ومنها العفو عن الناس. والآية دلت على أن الذي يكظم غيظه ويعفو عن الناس له جنة عرضها السماوات والأرض وتغفر جميع ذنوبه، هذا فضل عظيم. وبين لنا القرآن كذلك أمور أخرى، وأن العفو يدخل السرور على النفس. أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على أخيك المسلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الآية التي أقصدها هي قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان الله، الذين صبروا يعني الذين جاهدوا أنفسهم وحملوا أنفسهم على العفو. العفو هذا هو في الحقيقة خلق عظيم، يحتاج الإنسان أن يحمل نفسه. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. قال: إنما الحلم بالتحلم. التحلم بمعنى الحلم هو أن تعفو على من أساء إليك، والإحسان أن تعفو على من أساء إليك وتحسن إليه. فالحلم هذا خلق عظيم جدا. قال للشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. أن تعفو عن من ظلمك وتسامحه وتغضب غيظك، وهذا فيه من الأجور ما الله به عليم. ثم كذلك نجد بأن الشريعة الإسلامية تحث على هذا، وذكرت عدة أجور في الحديث. قال: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا، يعني إلا عزا معناها أن الله عز وجل يرفع ذلك العبد في الدنيا والآخرة ويزيده معزة عند الناس ومعزة عند الله ومكانة يوم القيامة. كل هذه فضائل عظيمة. وجدنا سبحان الله أخلاق السلف عجيبة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل السوق ليشتري طعاما، فاشترى الطعام ثم أدخل يده في جيبه ليخرج النقود فلم يجد النقود، فصار الناس يدعون على الذي سرق النقود. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تدعوا عليه، إني داع فأمنوا. ماذا قال في دعائه؟ قال: اللهم إن كان هذا الذي أخذ مالي، لم يقل سرق مالي، قال أخذ مالي، أخذه وهو محتاج إليه فاللهم بارك له فيه، وإن كان أخذه معصية وذنبا فاللهم اجعلها آخر معاصيه وآخر ذنوبه. هذه أدب السلف الصالح وأخلاق في الدعاء، وأخلاق عجيبة. يعني إذن لنتحلى بخلق العفو ونسامح ونكظم الغيظ لننال الأجور العظيمة عند الله عز وجل إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا على ما قدمتم من هذه الدرر الجميلة والطيبة، واستفدنا منكم. الله يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نشرع بحول الله تعالى في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر من حين إلى الآخر، لكن هناك بعض الأسئلة لم نتمكن من الإجابة عنها، وبعض الأسئلة أيضا أتتنا إلى البرنامج، فنجيب ونستقبل المكالمات إن شاء الله. طيب، نبدأ من الأخ كمال من العاصمة، يقول: صلي الصبح بعد الصبح مباشرة
هل هذا الفعل صحيح؟ أبدعوا مع الشيخ عمار محجوبي. تفضل شيخنا. يصلي الصبح؟ نعم، نافلة الصبح، يعني سنة الصبح. نعم، رغيبة الفجر. نعم، السنة أنه إذا أذن الأذان الثاني، إذا دخل الفجر الصادق، حينئذ هو وقت رغيبة الفجر، وهي سنة مؤكدة عند المالكية. وبعد ذلك يصلي الإنسان صلاة الصبح، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. نستأذنكم في استقبال المكالمة الأولى من الأخت نادية من قسنطينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي أختي. أولاً نشكركم على الحصة هذه، وانت بارك الله فيك تقابلنا بالابتسامة هذه، كل ترجع فينا نكونوا هكا مغشين نتفاعلوا. بارك الله فيك وربي يجازيك وربي يخليلك الابتسامة على طول إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. آمين، بارك الله فيك. شوف عندي زوج أسئلة. نعم. سؤال يخص التسبيح، نقولها نقدر نديروا التسبيح بلا وضوء؟ نقولها وماناش نسبحوه، كان التسبيح والاستغفار نقدروا نديروه بلا وضوء؟ يجاوبك الشيخ. سؤالك الثاني إن شاء الله. سؤال الثاني بما يخص أختي، ما أختي ما تشوف الشكة كفيفة هكا، ولكن عود نقرأنا في القرآن نحطها المصحف في حجرها ونقولها قلبي، نقولها الورقة دي نقلب أنا قلب بنتي، وغير شوفي بس مع المصحف وقلعت، هي النظر تحا قليل ما تقدرش تركز في الحروف تاع المصحف وتقرأ. ما شاء الله. نقولها قلبي بك الورقة معايا كي نقرأ انتي سمعي، وقلبي الورقة برك. نعم. هذا يجوز أم لا؟ نعم. طيب، يجاوب. بارك الله فيكم وشكرا لكم إن شاء الله. وشكرا لك على هذا الفعل. من أصحاب الجنة إن شاء الله. آمين. يا ربي. آمين. شكرا على هذا الفعل، وربي يحفظ لك الأخت تاعك إن شاء الله، وتشوف كل خير إن شاء الله في حياتها يا رب. شكرا، مع السلامة. شكون من قسنطينة للمكالمة الثانية؟ مستغانم. طيب، من مستغانم. أم إياد، السلام عليكم أم إياد. وعليكم السلام. السلام عليكم شيوخنا. السلام ورحمة الله. السلام. تفضلي أم إياد. شيخنا بغيت نسقسيك، لبرة الإنسولين المفترة في رمضان؟ نعم. لبرة الإنسولين مفترة في رمضان؟ الإبر تاع الأنسولين. واه، ربي يشافيك إن شاء الله. آمين، بارك إن شاء الله فيك. شكراً، شكرا، مع السلامة. شكراً، مع السلامة، ربي يشافيك ويعافيك. كاين مكالمة؟ طيب، الأخ شريف من الأغواط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وش رأيكم إن شاء الله بخير؟ الحمد لله والله الرحمة، ربي يدومها إن شاء الله. آمين آمين. تفضل خويا شريف. ألو. تفضل خويا شريف، سؤالك. بغيت نسقسيك، انا عندي مرت الاب سمحت في الثمن نتاعها. زوجة الاب وش بيها؟ سمحت في الثمن نتاعها. نعم. ايوا، بعد توفات تنازلت يعني في حقها في التركة. يعطيك الصحة. نعم. توفات عندي. الله يرحمها. عندها مدة واحد شهرين هكا، توفات، دعوا لها بالرحمة. الله يرحمها ويسع عليها ويجعل من اهل الجنة. تفضل. ايه، هيا. هذا الشيء عندي اسكو زائج، مش زائج يعني. راك تسال الان على التركه تاع التركه نتاعها الان، هل تقسم التركه التي تركها خلتها الوالد؟ نعم، التي تركها. هي سمحت فيها، هي قالت لي ودي اني سامحتكم دنيا واخره، زعما قالت لي اني سامحه. نعم. اكون مهنانيش ضميري اسكو نسخف فيك اسكو لا. طيب، دابا دروك والورثه الاخرين على بالهم بهذه الوصيه؟ على بالهم، وعلى بالهم. طيب، انا قلتها لهم، هي قلتها لهم، قلت لهم انا سامح. طيب، الله يرحمها ويسع عليها ويجعلها في ميزان الحسنات هذا العام اللي قامت به. عندي سؤال اخر. طيب، سمحوا لي طحي التليفون. عندي سؤالك الثاني. تفضل، سؤالك الثاني. عندي سؤال اخي ثاني، هو سامح في من الاب، سامح في التركه. ايوا، هو درك خدام يومي اكون. نعم. راني نعطيه زكاه زعما من المال، اسكو الزوج ولا من الزوج؟ يعني انت تعطي له من مال الزكاة؟ واه. نعم، بارك الله فيك. نعم، مع السلامة، وربي يقدرك ان شاء الله، وربي يحفظكم ويبارك فيكم. طيب، ونجيب ان شاء الله. ها، ام ايوب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي ام ايوب. اولا نقول لكم ربي يحفظكم ان شاء الله. امين، ويحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. عندي سؤال اللي هو الأول. في رمضان هذا اللي فات. نعم. أيوة، وجعتني سني. أيوة، مشيت عند دونتيس.
ايوا كيما خدمتها خدمها لي ومن بعد هذيك الماده اللي دارها لي ما تفتت ما والو كيما نقولوا هذاك النهار عاودته بصح راني نسقسي غد من ذاك نحس هذيك البنه هذيك البنه هذيك الماده في حلقي صافي كي حتىكم فين بلاتين بلا نحس هذيك الماده بصح هي ما تفتتني والو ما تفتتش كيما نقولوا ما حبيت نسقسي على صيامي نعاود ولا كيش مانيش عقله ليا ما في الايام الاولين تاع رمضان خدمت درك حبيت نسقسي برك نعرف انت رحتي يوم واحد للطبيب فقط كيما نقولوا لي لا مشيت شحال كيما نقولوا ثلاث ايام كيما يعطي لي غير كيما نقولوا يومين نعاود نمشي عنده يعني يومين في يعني ست ايام في كلها في رمضان وفي رمضان وفي رمضان النهار الاول عاودته هذاك دار لي ليبرا وكاع عاودت هذاك النهار راني يعني على غد من ذاك كي دار لي هذيك الماده نحسها في حلقي هي ما تفتتني والو غير نحس هذيك الماده في حلقي بغيت نعرف برك يعني الحكم يعني واضح ام ايوب ولا نعاود واضح ان شاء الله واضح طيب واضح شكرا شكرا اختي بارك الله فيكم مع السلامه وربي يتقبل ان شاء الله شيخنا يدعو لنا ان شاء الله بالخير الله يوفقكم ان شاء الله ويحفظ لكم ان شاء الله الاولاد والذريه يا رب لطيفه السلام عليكم الو السلام عليك منين راكي تكلمينا لطيفه بارك الله فيك مع القناه هذه الله يحفظك ان شاء الله بارك فيك عندي سؤالين ولدي واضح تفضل السؤال الاول سيده لطيفه السؤال الاول ان شاء الله يا رب العالمين يدخل علينا رمضان بالصحه والعافيه آمين. راح نعقبوا في فرنسا عند ولدي انا نعم وانا حبيت نسقسي هذيك الزكاه نتاع رمضان انا لهنا عندي ولاد اختي زوز ماتت امهم ومات باباهم وعايشين وحدهم وما عندهم حتى مدخول نعم. حبيت قبل ما نروح نخلي الامانه عند واحد نعم. باش كي يدخل رمضان في الاول تاع رمضان بعد يوصل لهم هذيك نعم. زكاه الفطر هل تجوز لي ولا لا نعم تسبيق الدراري ما يقراو ما يخدموا ما عندهمش باباهم وما متوفيين الله يرحمه ان شاء الله تعيش وترحم والسؤال الثاني حاب نسقسيك انا عندي ولدي زوج بوحده من هنا من الجزائر مسلمه تصلي تخاف ربي هو كيف نعم. كيف كان لهنا يصلي وكلش وزوجه في فرنسا درك كي جات وليك الناسيوناليتي حبيت نسقسي برك الناسيوناليتي ما فيها يعني حتى ذنب تسمى درك كامل خمس سنين يجيو من الكوارت هذوك باش يعودوا عندهم لي دغوا الحقوق تاعهم التم نعم يعني الجنسيه يعني هل الجنس نعم مش بيه. الناسيوناليتي فرونسيز هي جست الناسيوناليتي هذيك باش يعودوا يخدموا باش يعودوا خاطر مرته عندها ناسيوناليتي مرته طلعت 2002 لفرنسا نعم نعم وهو تزوج بها في 2019 نعم قعد ربع سنين بعديك بعثوا له الكوارت لا كارت ديدونتيتي ولا كارت سيجور وزاد بعثوا له ناسيوناليتي يعني ما كانش فيها حرج هكا يعني الابن تاعك تكون عنده جنسيه اخرى غير الجزائريه لا عنده جزائري عنده فهمتك يجاوبك الشيخ ان شاء الله لا جزائري هو جزائري ربي يحفظ طلع غير في 2019 يصلي ويصلي واضح 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 لا تسالي مش هو عنده هذيك الناسيوناليتي خلاص مفهوم سيده لطيفه مفهوم ربي يحفظك امين ربي يحفظ لك الذريه ان شاء الله شكرا صح بالسلامة مع السلامه شكرا طيب ربي يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله شيوخنا نكمل ان شاء الله ما تبقى من الاسئله التي اتتنا للبرنامج طيب شيخنا يقول كمال من العاصمه ولا سقسينا على كمال السؤال الثاني اصلي الشفعه والوتر بعد صلاه العشاء مباشره في المسجد مخافه النسيان هل هذا الفعل صحيح شيخنا نعم عمل صحيح نعم هذا المطلوب يعني الانسان صلى العشاء ومعلوم ان الانسان لما يصلي العشاء فانه يصلي الشفع والوتر فتعجيل بالشفع والوتر هو اولى وافضل من تاخيرها لأن الإنسان لا يضمن أنه يستيقظ قبل الأذان الثاني لأن الوتر يصلى قبل الأذان الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة وقال في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا فبالتالي الوتر يصلى قبل الأذان الثاني وما دام هو لا يضمن أنه سيستيقظ مثلا أو لا يضمن أنه سيصلي في البيت حتى لو أخره بمجرد وصوله للبيت قد يتشاغل قد يشغله أولاده قد ينشغل بأمر آخر فينساه فلهذا يصلي مباشرة الشفع والوتر بعد صلاة العشاء هو أكيد أن صلاة النافلة فعلها في البيت
أفضل من المسجد كما ينص على ذلك العلماء ودلت السنة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فأخذ العلماء من هذا الحديث أن البيت ينبغي أن يصلى فيه، وخاصة النوافل، أن صلاة الفرض فتصلى في المساجد مع الجماعة إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فليصليها الإنسان في بيته، الجماعة في البيت أفضل، وإذا لم يتمكن الجماعة فليصليها فذا. فلو أخرها أفضل، يعني صلىها في بيته، لكن قد ينساها الإنسان وقد يتشاغل عنها، فلهذا أحسن ما عمل أنه صلىها مباشرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. طيب شيخ عمار، أم يوسف مصطيف تسهل تقول أقسمت بالله لا أذهب عند أقربائي، لكن بعد مدة من الزمن أقمنا صلحا وتصالحنا ورجعت الأمور يعني إلى المياه إلى مجاريها، الآن كفارة يعني اليمين هل يعني تجب علي وكيف تكون؟ الكفارة اليمين تجب عليك وهو الأفضل، لأن المولى عز وجل كما ذكرنا قبل قليل بعد أن قال ولا ياتل أولو الفضل منكم وسعى أن يؤتوا أولي القربى الآية، قال ألا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وبالتالي إذا أقسم الإنسان أن يفعل أمرا ما كقطيعة رحم ثم بعد ذلك استيقظ ضميره وأراد أن يصل الرحم فذلك أفضل والكفارة واجبة، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. أمل من وهران تسأل شيخنا عن أيام البيض، تقول هل أصومها يعني في بداية الشهر أم في أيام أخرى من أيام الشهر، أم كما نص عليه الحديث الثالث والرابع عشر والخامس عشر؟ هو أكيد الحديث جاء فيه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن إمامنا مالك رحمة الله عليه كان يكره تخصيص صيام الأيام البيض بالثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر، كره الإمام مالك هذا. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يرى بأن الأيام البيض تصام في اليوم الأول من في غرة الشهر، اليوم الأول واليوم الحادي عشر واليوم الحادي وعشرين، فكان يرى بأن الإنسان يصوم ثلاث أيام من كل شهر من غير تحديد، ولو أنه أراد أن يحدد فليحدد بأن يصومها عند بداية كل عشرين، يعني بداية كل عشرين تكون من اليوم مثلا اليوم الأول مع دخول الشهر، ثم اليوم الحادي عشر هو بداية العشر الثانية، ثم اليوم الواحد وعشرين هو بداية العشر الثالثة. هذا الذي عليه مذهب الإمام مالك، فيكره الصيام الأيام البيض عند الإمام مالك ب 13 14 15. فكان الإمام مالك يميل إلى عدم التحديد، ويرى لو أن الإنسان حدد فليصم اليوم الأول الحادي عشر 21. فلهذا هذا رأي موجود لبعض العلماء وفيه حديث. والرأي الثاني عند الإمام مالك كذلك له أدلته، لأنه جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام. إذن صيام ثلاث أيام من كل شهر، فلم يحدد هنا يوم معين، وبصلاة الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام. فهذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. وكل الأقوال لها أدلتها، الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك، شكرا على ما قدمتم وتفضلتم. شيخنا الأخت نادية من قسنطينة تسأل تقول هل يجوز لنا أن نسبح وأن نذكر الله عز وجل ونحن بدون وضوء؟ تشترط الطهارة الصغرى، تشترط الطهارة بالنسبة لقارئ القرآن الكريم. إذا أراد المرء أن يقرأ القرآن الكريم من المصحف فلا بد أن يكون على طهارة صغرى وعلى طهارة كبرى. أما إذا أراد أن يقرأ عن ظهر غيب عن من رأسه كما يقال، فإنه بإمكانه أن يقرأ إذا كان على طهارة كبرى، يعني لا يشترط أن يكون على طهارته الصغرى. وبالتالي فإن الطهارة بالشكل الذي ذكرناه تشترط في القرآن الكريم، أما الذكر
فإنه لا تشترط فيه الطهارة وإن كانت تستحب، وبالتالي فإن الإنسان يذكر الله عز وجل سواء كان على طهارة صغرى أو على طهارة كبرى من تسبيح وتهليل وما إلى ذلك، ولا حرج في ذلك، والمستحب أن يكون على طهارة، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. الأخت نادية أيضا من قسنطينة تسأل في سؤالها الثاني عن أختها الكفيفة التي لا ترى، وتقول أنا أقوم بمساعدتها، نحط لها المصحف يعني ونقلب لها الصفحات، وبعض الأحيان نقول لها بعض الآيات اللي ما تشوفها، فهل نؤجر نحن الاثنين في هذه في هذا الفعل؟ نعم، هي قالت في سؤالها أنها تنظر قليلا. نعم، يعني هي ليست فاقدة لبصرها، إنما الرؤية عندها ضعيفة جدا. نعم، فلهذا لا إشكال يعني أنها تضع المصحف أمامها وفي يديها وتقلبه، وربما هي تحاول بذلك النظر القليل أنها ترى بعض الحروف وترى بعض الآيات ونحو ذلك. هذا عمل طيب إن شاء الله، ولا إشكال فيه إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك، وربي أجرها إن شاء الله، إن شاء الله، وربي يحفظهم. أم إياد شيخ عمار تسأل تقول هل إبرة الأنسولين مفطرة في رمضان؟ الذي أتعبد به إلى الله عز وجل أن الذي يفطر هو ما دخل من المدخل المعتاد، وبالتالي فإن إبرة الأنسولين أو غيرها من الحقن لا تفطر إطلاقا، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. الأخ شريف من وهران يقول تنازلت زوجة الأب عن حقوقها في التركة وتوفاها الله عز وجل، الآن يعني يقول لك الضمير يأنبني، يقول لك على الفعل اللي قامت به زوجة الأب، هل أخذ الأموال أم أقسمها أم؟ هي تنازلت، بمعنى حقها الذي نعم ستأخذه من مال زوجها تبرعت به للورثة لأبناء الزوج، جزاها الله خيرا. هي تريد الأجر عند الله عز وجل، وتريد الأجر يوم القيامة، وهذا من الصدقة، يعني لها أجر الصدقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عدة أحاديث، أحب الأعمال لله عز وجل سرور تدخله على أخيك المسلم، وقال في الحديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يوم القيامة، وقال في الحديث إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ الماء النار، وإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، عدة أحاديث عظيمة جاءت في الصدقة. وهناك باب من أبواب الجنة يسمى باب الصدقة، فمثل ما يوجد باب الريان للصائمين، يوجد باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، يوجد باب الوالدين كذلك. نعم، الوالد أوسط أبواب الجنة. نعم، فهي تريد الفضل عند الله عز وجل وتريد الثواب، فتنازلت عن حقها، فهي مأجورة عند الله عز وجل وجزاها الله خيرا. آمين آمين يا رب. فهذا عمل منها، المهم أن لا يكون بإكراه، لا يكون قد أحرجوها أو أكرهوها، هذا هو الذي لا يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فكل مال أخذ بسيف الحياء فهو سحت وحرام. لو أنهم أكرهوها ومنعوها حقها هذا حرام، أما هي بطيب نفسها تبرعت وتنازلت بالمال لبقية الورثة فجزاها الله خيرا، وهذا من صلة الرحم ومن حقوق ومن أنواع البر، أنواع البر الذي سيؤجر عليه الإنسان يوم القيامة. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. يسأل في سؤاله الثاني شيخ عمار الأخ شريف من الأقواط يقول هل أعطي يعني زكاة المال لأخي بسبب ظروفه المادية والاجتماعية؟ ما دامت نفقة أخيك ليست واجبة عليك، فإن الزكاة عندما تعطيها لأخيك الفقير لها أجران، أما الأجر الأول فهو أجر الصلة، وأما الأجر الثاني فهو أجر الصدقة أو الزكاة أو ما إلى ذلك، وبالتالي اعطي زكاتك لأخيك وأنت مأجور مرتين، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. مشاهدينا الكرام بإمكانكم الاتصال عبر الأرقام التي تظهر من حين للآخر، ونحن إن شاء الله في خدمتكم. شيخنا أم أيوب من تلمسان تقول يعني ذهبت عند طبيب الأسنان في رمضان وألمني كثيرا يعني السنن تاعي، وقمت يعني بالمعالجة تاعي عند الطبيب، وأحسست يعني بطعم البنج يعني في حلقي لمدة 6 أيام اللي كنت أذهب فيها عند الطبيب، هل هذه 6 الأيام أعتبر مفطرة؟ نعم، هي أحست بطعم الحشو. نعم، المادة التي تم بها حشو السن أو الضرس
أحست بطعمها. هو هذا عبارة عن رائحة فقط، لأنها ذكرت في سؤالها أن هذا الحشو من النوع الجيد الذي لا يتفتت، نعم، والذي يبقى ملتصقا بالضرس. فهذه ليست في الحقيقة ليست مفطرة، لأنه عبارة عن رائحة فقط كانت تجدها في حلقها. والعلماء أصلا يختلفون في المفطرات، ما ضابط المفطرات؟ فهناك رأي عند أكثر العلماء أن المفطرات هو ما وصل إلى الحلق من أي مادة كانت، لكن هناك رأي آخر أن المفطرات هو ما كان مادة مغذية. إذن عندنا مدرستان، مدرسة موسعة للمفطرات، مفطرات الصيام، ومدرسة مضيقة. فالمدرسة الموسعة التي عليها المذاهب الأربعة هذه يرون أن كل مادة تجاوزت الحلق فهي مفطرة. ولكن الرأي الثاني الذي يرى به بعض العلماء مثل ابن حزم وغيره أن المفطرات هي ما كانت مادة مغذية. وعليه فنقول هنا في هذه الحالة، نقول صيامك صحيح، لأن الذي لأنه لا يوجد، هذه المادة لم تتجاوز الحلق. وعلى كل المذهبين صيامك يعتبر صحيح، والذي وجدته في حلقك هو عبارة عن رائحة، رائحة هذه المادة فقط إن شاء الله. نعم، لا تطالبوا بالقضاء في هذه الحالة، صيامها صحيح. الله يتقبل منها إن شاء الله ومنكم يا رب. شيخنا الأخت لطيفة من عنابة تقول أنا أذهب عند يعني أخي عند ابني في رمضان في فرنسا، وزكاة الفطر يعني وكل شخص هنا في الجزائر لإعطائها أحد الأقارب، يعني هل هذا الفعل صحيح؟ زكاة الفطر الخاصة بها في الجزائر؟ نعم، تتركها على أساس وديعة أو توصي، قال إذا جاء وقت إخراج زكاة الفطر تتركها أو تعطيها لإنسان ما على شكل وديعة ويفعل ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها. آمين يا رب. الله أعلم. الله يجزيك خير. شيخنا تسأل في سؤالها الثاني عن الجنسية، تقول يعني ابني يعني أعطوه الجنسية الثانية، فهل يعني هذا الفعل صحيح ولا ما؟ لا إشكال في هذا، لأن الآن الجنسية في أي دولة كانت صار الإنسان تضمن له حق المواطنة وله حقوق ينالها الإنسان، ومنها حق التدين ومنها حق ممارسة الشعائر الدينية. فنحن نقول له حافظ على تدينك وصاحب أهل التدين وأهل الالتزام، وعندك هناك المساجد والمركز الإسلامي وغيرها، وإن شاء الله يعني إن شاء الله لا إشكال في هذا إن شاء الله. كثر سواد المسلمين في البلد الذي أنت فيه. نعم، ف يعني لما نرجع إلى السنة النبوية فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود هذا، مثل ما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فكان يسكنها أهل الكتاب آنذاك، أرسله داعية إلى الدين. حديث ابن عباس إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. وذهاب الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة عند النجاشي، ولم تكن آنذاك الحبشة على الدين الإسلام. فالعلماء يقولون كل مكان تقيم فيه يمكنك أن تمارس شعائر الدين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فلهذا نحن نقول له مدام البلاد التي ستنتقل إليها أو تستقر فيها يمكنك ممارسة شعائر الدين، فنقول تكثر سواد المسلمين مثل ما قال شيخنا إن شاء الله. ونقول له عليك بأن تصاحب أهل الدين لكي لا تفتن في دينك. نعم، واستغل وجودك في أي بلاد كنت، سواء في الرزق أو في علاج أو في طلب العلم، أو لكي تدفع وطنك وتخدم وطنك إذا رجعت بإذن الله عز وجل إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. نستأذنكم في استقبال مكالمة الأخت هدى من ميلا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي أختي هدى. أخي عندي زوج أسئلة. الأول السؤال الأول، أنا عملوا في رمضان حشاك هبطت لي عدة شهرية مدة 15 يوم، وكي رحت للطبيب قال لي باللي عندك الرحم نتاعك. ماذا عندها؟ وش بها الرحم نتاعك؟ مريض، قال لي مريض. نعم، هاي بلي تدرك كي الصيام حرت نصوم اسكو 15 يوم كامله، والله انا ولا نصوم 6 ايام برك دي موالفه والله. نعم،
وهي كانت صائمة يعني أمسك نعم. أمسكت في رمضان. نعم كانت صائمة. صمتي كملتي صمتي ولا أفطرتي؟ في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان صامت تلك صامت. الأيام التي جرى فيها الدم. نعم صامت. صمت هي. نعم. والسؤال الثاني أنا دوك نحفظ في القرآن وكنت نعود مانيش نفهم كيفاش ما التليفون من ما سمعناكش هدى معليش تعاودي لنا. قلت لك دوك أنا نحفظ في القرآن. نعم. وكنا كي نروح هكا للجمعية ونعود عليا العدة شهرية ما نحفظ من نقولها من البورطابل. نعم. واضح في الدار نحفظ بلا مصحف هكذا. واضح واضح اختي هدى واضح اختي هدى واضح بارك الله فيك. الاخت خديجة من المدية السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي اختي خديجة. عندي ثلاث اسئلة من فضلك. شحال من سؤال؟ ثلاثة اذا ممكن. ربي يوفقك ان شاء الله. باختصار تفضلي. ان شاء الله. اولا نحوس الطريقة الصحيحة للاستغفار. طريقة صحيحة. والسؤال الثاني في رمضان ما هو الأولى، قيام الليل أم قضاء الصلاة الفائتة؟ نعم في رمضان قيام الليل أولى، قيام الليل أم قضاء الصلاة الفائتة؟ يعني ما عنديش ذنب كي ما قومش الليل في رمضان يعني صلاة التراويح وبدل منها أقضي صلاة الفائتة. نعم هل هذا صحيح؟ وآخر سؤال من فضلك بالنسبة للمرأة العاملة. نعم هل للزوج أن يعلم بكل ما ستقضيه زوجته في مالها الشخصي يعني في الشهرية الساحة عندما تتصدق أو تتسلف أو تسلف أو تعطي مثلا من مالها؟ هل يجب للزوج أن يعلم بكل هذا؟ أن يعلم بكل من حقه أن تسأله في كل صغيرة وكبيرة بما يخص مالها يعني في خاصة في مجال الصدقة عندما تريد أن تتصدق هل يجب إخبار الزوج أم لا؟ إن شاء الله نجاوبوك إن شاء الله. شكرا. مع السلامة أختي خديجة. فاطمة من العاصمة السلام عليكم. وعليكم السلام بالخير وليدي. الله يحفظك ويبارك فيك. إن شاء الله لاباس. يطول في عمرك الحمد لله أنت يا بخير. الحمد لله ربي وليدي. ربي يدومها إن شاء الله. إن شاء الله ويزيد لكم النور على نور ويخليكم ديما. آمين فهمنا. آمين بنورك ربي. تبارك الله فيكم ويرحم الكرش اللي جابتكم إن شاء الله وليدي. آمين يطول في عمرك يما يطول في عمرك ربي يحفظك على الدعاوي الخير. حبيت نستقصي مشايخنا الكرام. أمي سمعوا فيك. صلاة الصبح. صلاة الصبح. نعم. ساعة واحد ما يفطنش ولا كي يروح الحال. يعني ترى كي من بعد وقت ما نازل عبد ولا في نص نهار كذا إلا نقدروا نقضيو الصبح. إلى الحق الظهر علينا. نعم. نعم. نعم نعم. حتى وقتاش تصليها؟ تصليها جوية العشرة التسعة؟ ما عرفنا شو وليدي كيفاش. ها؟ مع الظهر. قضائها مع الظهر. نعم. تصليها مع الظهر. نعم. تصلي الصبح مع الظهر. لا لا وقت ما صلاهش ماشي انا بصح وقت ما صلاهش واحد في وقته. نعم يعني وقت ما تنوضي تصلي عليه الظهر. يعني وقت ما تنوضي تصلي الحق عليه الظهر قلت. واضح وقتها يقضيه. واضح واضح. ايه وحبيت نسالكم ثاني يا وليدي انا مريضه مرض السكر والقلب وعندي بزاف الامراض لعني فات ما صمت 7 ايام من بعد صبت روحي شويه مليحه صمتو والطبيب ذوكا قال لي ما تصوميش كي عندك بزاف هاد الدواوات ومرض السكر ومرض القلب يا هل ترى كيفاش ندير وانا ما قدرتش يعني ناكل رمضان. ان شاء الله يجاوبك الشيخ ان شاء الله. حاجه خديجه ربي فاطمه ربي يحفظك ويطول في عمرك ويشفيك ويعافيك ان شاء الله يحفظ لك ان شاء الله الذريه ان شاء الله. من ادرار السلام عليكم. شكون؟ السلام عليكم. آمال من أدرار ما شاء الله تفضلي أختي آمال. عندي سؤالين عندكم. لا. الآن الأول. أنا جاني واحد خطبني وشغل هو مطلق وعنده 4 دراري وسيد هذا صارحني بكل شيء زعما كاع بماضيه بحالة الطلاق تاعو وكل شيء ومن بعد أنا كي سقسيت نعم زعما نفس الهضرة اللي قالها لي هو قالوها لي الناس. نعم. وهو دوك حلف لي وحلف
وكلش بلي هو تاب لله. نعم. وحب زعما انسانه الحمد لله ما نقولش ملتزمه بصح الحمد لله حب انسانه زعما ملتزمه اللي تعاونوا في امور الدنيا والاخره. نعم سؤالك الان وش هو؟ يعني واش ندير يعني هو واش الحاجه اللي عنده كان عنده مشكل انه يعرف بصح بحكم خدمته ثاني يعرف النساء. نعم. بصح الناس شاهدين عليه باللي بصح هو حكى لي كلش زعما حكى لي وش هي يعني القرار ما متردده. ايوا هذه هي ان شاء الله. سؤالك الثاني؟ والسؤال الثاني عندي بابا الله يرحمه قبل ما يموت زعف شويه مع خويا زعف خفيف هكا على الطوموبيل ومنا وحلف له قال والله ما تزيد تديها. نعم. ومن بعد بابا موراها عاود مد له الطوموبيل. كي مد له الطوموبيل بابا قال لي اه نسيت مديت له الطوموبيل قال لي صافي لازم تصوم 6 ايام. ما صح هو ما كتبش ربي مات. نعم. يعني في هذيك الايامات مات. يعني نقدر نصوم في بلاصتي ولا لا؟ نعم. يعني تسقسي على كفارة اليمين. ايوا الا نقدر نصوم على في بلاصتي بابا باش ما تحسبش عليه. ان شاء الله. ربي يرحمه ان شاء الله ويطول في اعماركم ان شاء الله وربي امين يفرحك ويسهل لك امرك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا امل. ان شاء الله انا عندي سحر التعطيل ودعوا لي ان شاء الله ربي. ربي يفك عليك ان شاء الله كل أمين شر وكل سوء إن شاء الله. شكرا مع السلامة. شكرا مع السلامة. طيب شيخنا نكمل الإجابة إن شاء الله. الأسئلة الأخت هدى من ميلا شيخنا عمار تسأل تقول العام الماضي في رمضان يعني العذر الشرعي استمر معي قرابة 15 يوم ويعني صمت هذوك 15 يوم تقول لك الآن في هذه الحالة هل أصوم يعني أعيد 15 يوم أم أكتفي بصيام 6 أيام يعني راحت عند الطبيب وأخبرها أن الرحم انتحره مريض. من خلال ما ذكرت الأخت الكريمة الظاهر بأن هذا الدم دم علة وفساد، فإذا كان الدم دم علة وفساد فإنها ليست مطالبة فإنها مطالبة بالصوم. أما إذا كان حيضا اختلط بالعلة والفساد فإن هناك قضية تتعلق بالصوب وما إلى ذلك تحتاج إلى ربما شرح طويل نذكره في حصة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك الشيخ محمد تقول أحفظ القرآن يعني أثناء العذر الشرعي وأذهب إلى حلق حفظ القرآن وأقرأ من الهاتف، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم لا بأس بهذا. فإمامنا مالك رحمة الله عليه أجاز للمرأة التي بها العذر الشرعي أن تقرأ القرآن وتراجع القرآن وتحفظ القرآن، فهذا أجازه استحسانا. ويجوز علماؤنا مس المصحف للمعلمة والمتعلمة، لا حرج في ذلك. كونها تحمل الهاتف فهذا أمر جائز. فالهاتف مصحف الهاتف هو ليس مصحفا الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. لو أن الإنسان دخل بالهاتف إلى بيت الخلاء وكان فيه تطبيق المصحف لا يقال عنه أنك أهنت كتاب الله عز وجل وأهنت القرآن. فلهذا سواء قرأت من الهاتف أو قرأت من المصحف مباشرة مدام هي متعلمة معلمة فعلماؤنا وفقهاؤنا المالكية يجيزون مس المصحف للمعلمة والمتعلمة في حال الحيض. وتبقى مسألة أخرى وهي مسألة الذهاب إلى المسجد وهي على العذر الشرعي، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ فإذا رجعنا إلى ما عليه علماؤنا وما عليه المذاهب الأربعة أن المرأة التي هي متلبسة بالحيض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولكن هناك رأي آخر يجيز، وهذا الرأي ربما هو أيسر على النساء الآن. والحمد لله الكثير من المساجد جعلت مدارس قرآنية منعزلة عن المسجد وقاعات يعني من باب الاحتياط لهذا الأمر. هي ذكرت أيضا والحمد لله يوجد الآن تطبيقات ويوجد الآن مقرأة إلكترونية ويوجد الآن حفظ عن بعد يعني بواسطة الإنترنت. ربما المرأة في بيتها و
تأخذ إحدى التطبيقات بالكاميرا أو بدون كاميرا وتراجع وتحفظ على معلمتها، فالأمور متيسرة بفضل الله عز وجل إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخ عمار، الأخت خديجة من المدية تسأل الطريقة الصحيحة للاستغفار، يعني الطريقة الميسرة، كيف تستغفر؟ أن يقول المرء أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أفضل الاستغفار على الإطلاق أو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك هذا كله استغفار. فإن أنت اكتفيت بأستغفر الله أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو اللهم اغفر لي، كل ذلك فيه أجر ويدخل في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبالتالي كانوا من قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه كلها سيّة استغفار الذي لا يجوز ترك الاستغفار، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا، الأخت خديجة من مدية تسأل في سؤالها الثاني، تقول: في رمضان أيهما أولى، قيام الليل أم قضاء صلاة الفائتة؟ نعم، هذه مسألة من المسائل التي ناقشها العلماء، ومن استطاع أن يجمع بينهما فهو على خير عظيم، لكي يحصل أجر قيام ليالي رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى تحصل على هذا الأجر. يعني قيام الليل صحيح أن فيه السنة تم ركعات مع ثلاث ركعات شفع ووتر كما في حديث عائشة، أو 10 ركعات مع 3 ركعات شفع ووتر كما في حديث معباس، أو 20 ركعة كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أكثر من ذلك 36 ركعة مثل ما فعل عمر بن عبد العزيز زائد 3 ركعات شفع ووتر. مهما يكون، لكن مع ذلك سئل الإمام إبراهيم النخعي عن أقل قيام الليل فقال: قدر ما تحلب شاة، وقدر ما تحلب شاة هذا يأخذ 5 دقائق. فلهذا إذا هي قامت الليل بمعنى صلت ركعتين في رمضان بقدر 5 دقائق أو 6 دقائق تكون قد حققت قيام الليل في ليالي رمضان، وتتشاغل في الأوقات الأخرى بقضاء الصلوات التي هي واجبة عليها. لأن في الحقيقة الإنسان لما يكون عليه دين صلاة، فالفرض مقدم على السنة، فالقضاء مقدم على التنفل على النافلة، ولكن يمكن الجمع بينهما. فإذا كان هي تقدر وكانت قادرة على صلاة القيام كاملة ومع ذلك تقضي في أوقات أخرى، أقل القضاء هو 2 يوم كما ينص جمع من العلماء، يعني تصلي الصلاة الحاضرة وتصلي معها 2 يوم وتقوم الليل، هذا أولى وأفضل. هذا كله عبادة أجر عليها. هنا الآن جمعت بين عبادة رمضان وجمعت بين مع القضاء. أما إذا كان لا تستطيع وعندها أشغال، فيمكن أنها تقتصر على أقل القيام، وأقل القيام مثل ما قلنا قدر ما يحلب شاة، يعني صلاة ركعتين في مدة 5 دقائق 6 دقائق تعتبر قيام ليل. وإذا كانت لا تطيق هذا، فنقول لها يترجح في هذه الحالة الحرص على الفرائض وقضاء الصلوات هو أولى إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخ عمار تقول في سؤالها عن زوجها: هل يحق له أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن مرتب الشهري؟ كيف أصرفه؟ لمن يعطى هذا المال أو المرتب؟ يعني نسلف بعض الأحيان لقريباتي، بعض الأحيان أتصدق به، يعني هل يجوز لي أن أخبره بكل صغيرة وكبيرة؟ وفي بعض الأحيان يعني ما نقولوش الصح بين قوسين. هذا المال مال للزوجة، ولكن أدب التعامل الزوجي يقتضي أن تكون فيه مصارحة وأن تكون فيه ثقة بين الزوجين. ولذلك أن تخبري زوجك بما عندك فهذا شيء مقبول، وأن يفرض عليك دون إرادتك نفقات معينة هذا أمر غير مقبول. ولذلك نقول: ما دام وقع الاتفاق بين الزوج والزوجة على أنها تعمل
فهذا المال الذي تتقاضى هو مالها ليس مال الزوج. قد يكون من طيب الخاطر أن تشارك المرأة في مصروف البيت جزاها الله خيرا، لكن من الذي هو مطالب بأن يصرف على البيت؟ الذي هو مطالب بأن يصرف على البيت هو الزوج. ولئن كان هناك اتفاق بين الزوج والزوجة أن يكون هناك تعاون، نسأل الله عز وجل أن يديم هذه العشرة وأن يؤدم بينهما، لكن لا يجوز له أن يمنعها من الصدقة أو أن تعطي من مالها لأبويها، لأن هذا المال بكل بساطة مالها. هب أن هذا المال ليس نتاج تجارة، وإنما نتاج إرث على سبيل المثال، أو نتاج تجارة. ولذلك نقول الإسلام كرم المرأة وأعطاها ذمة مالية تتمثل في أنها تتملك الراتب وتتملك ما تدره عليها محلات التجارة وتتملك الإرث الذي ربما أخذته. لها أن تعين زوجها ولها أن تتعاون مع زوجها عن طيب خاطر، أما أن يعتقد الزوج بأن ذلك من قبيل الحلال والحرام، ليس هو من قبيل الحلال والحرام، وإنما هو من قبيل التعامل الحسن الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين. نسأل الله عز وجل أن يؤدم بين الأزواج جميعا، والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا في عجالة فاطمة من العاصمة تسأل عن صلاة الصبح، يعني بعض الأحيان تصليها قريب للظهر، هل هذا يعني جائز، وهل تقضيها يعني مع الظهر، أو يعني كيف تفعل؟ هي تحرص على أن تصلي صلاة الصبح في وقتها. نعم. الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما الصبح والعصر، من حرص على أن يصليها في وقتها الصبح والعصر خاصة فإنه على خير عظيم. ولهذا حتى العلماء عندما تكلموا عن الصلاة الوسطى التي جاء الأمر بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من العلماء من قال هي الصبح مثل ما قال الإمام مالك، ومن العلماء من قال هي العصر مثل ما قال جمهور العلماء. لهذا نقول لها لا تفرطي في تصلي الصلاة في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فأحرص على تصلي الصلاة في وقتها. وإذا اتخذت الأسباب ولم تستيقظي، فإذا استيقظت ابدأي بالصلاة، هذا أفضل وأولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: فليصليها إذا ذكرها، معناها أن الإنسان أمر بأن يصليها بمجرد تذكرها وبمجرد زوال العذر. وإن أخرت قليلا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام في الشعب وأمر بلال قال له: اكلأ لنا الليل، فعندما استيقظ بعد طلوع الشمس حول رحله. نعم. قال: إن هذا موطن حضرنا فيه الشيطان. فقال العلماء: لا بأس بالتأخير قليلا. بارك الله فيك. نعم. الله يجزيك خير. بارك إن شاء الله. طيب شيخ عمار، بارك الله فيك، شكرا على ما قدمتم وتفضلتم. شكرا شيخنا. بالنسبة للسيدة أمال والسيدة فاطمة، الأسبوع القادم سنجيب عنهم بحوله تعالى.